اللي عندك كان بطن وحوض يا سعد ليه؟ ايه رايك في الليفر؟ لوكس نورمال، اكيد ممكن تبقى لارج شوي. ماشي لا انا شايفه عشراتك في كورس ماشي، لارج هاجي الفيديوهات جايه ماشي. جول برادر نورمال واربع ماشي، سبلين نورمال طيب، اكيد الثانيه الليفت. نورمال انا كده خلصت ال 150 جنيه اللي عندي دافعهم في البلفي قبل، حلو الكلام. بس انا هقول لك حاجه زياده، العيان ده رجله اليمين ورمه، رجل اليمين تفكر، او رجلينه الاثنين ورمين، كانوا ورمين على فكره يعني، الاثنين كانوا ورمين. هتفكر في الموضوع، في حاجه تخصك في القصه؟ اني ابص على البلفيك فينز بقى، يعني ابص على مستوى ما تمشيش معاك مثلا، الكروت، ممكن يبقى الليفر سيروتك شويه او تعبان شويه، فدوت مثلا تمشي ايديما على طول بتمشي. هي. ايوه اصل معلش يعني اقول لك حاجه، انت عشان داخل في محاضره سيشن دوبلر فانت قلت لي هبص على البلفك فين، لكن انا لا انا بتكلم بطلع. في ارض الواقع. في ارض الواقع انت عندك فعلك 150 جنيه بطن وحوض، ودخل عندك نام قلع ملكي حاج عندي الفيروس وجاي اتابع خلاص، ورجلها والله تقلان عليا بقى لها فتره، فانت كل اللي انت يعني بتفكر فيه الوظائف تعبت. بتعمل فحصك، شوف اللاب بتاعك يا حاج، الفحص بتاعك نورمال والكبد بس ان هوموجينس شويه، ريفليكتنج مايلد بارينكيمتس ليفر افكشن في اللاب كوريليشن، وبتطلع تجري صح؟ صح. صح. لما يقول لك رجلي ورمه، لو سمحت انا عارف والله ان هو بره يعني، لو سمحت البلفيك فينز مهمين، البلفيك فينز مهمين، مش انا مش هقول لك قلع العيان، البلفيك فينز مهمين يعني، على الاقل بص لي يا باشا، اقول لك حاجه، وانت بتجيب البلادر بص لي على الاليكس على اليمين وعلى الشمال زي الصوره الحلوه دي، بص لي على الايلك على اليمين وعلى الشمال، ايه رايك في الاثنين؟ اهو يعني ده فينو ارتري وده فينو ارتري، حد شايف مشاكل؟ عادي يا جماعه، بحط ما فينا دول في حالات الصابع. نورمال، انا بس عايزكم تفكروا. لا ما هو النهارده ممكن احط لك عادي حالات نورمال في النص، انا عايزك بس تشغل دماغك يعني، انا بقول لك انا بفكر ازاي مع الحالات، ممكن تطلع انا حاجه ممكن بحط ما تطلعش. على فلاش عشان اتاكد بس، يعني اشوف ماشي ده. حاضر، عينينا عيني، يا سلام. فين يا عم؟ ده مش الارتر، عارفه. ما انا مش قادره اشوف بقى الفين ده اوكلودد يعني ديستندد ولا ده نورمال، فبدوس على القلم. في ثرومبس. شايف ده؟ ده ايه رايك فيه؟ اكسترنال ايه كده؟ ده الكومن، ده لسه سير اكسترنال، انا لسه تحت ده، بصوا ده دي اللي هي كريست وطالع تلم، فكده جالها الانترنال وكبر فجاه، هتحس ان اليومن كبر فجاه، هنا فوق كده الانترنال وصل وكده بقى كومن، يعني اللي تحت ده اكسترنال، فجاه هتلاقوا اليومن كبر بقى ده كده، وانا بطلع لفوق بالبروب بقى كوم بقى كده كومن، فكده العين ده عنده كومن اليك ايه؟ ترومبوزس ثرومبوز. ترومبوزس تعمل ايه يا باشا بقى؟ رغم ان هو مش دافع فلوس، افتكر دايما الحته دي عشان تحس قد ايه انت بني ادم عندك رساله وجميل وتفرح بنفسك. هاخد منه بقية فلوس الدوبلر بقى واعمل له فحص ايوه بقى. كده. ها ناقص ايه يا شباب؟ انت لقيت حاجه زي دي تعمل ايه؟ يبقى هننزل بقى، هنضطر نقعد ننزل لغاية ما نشوف آخرها فين. مش مهم تنزلي ليه؟ احنا مش عايزين ننزل. مش اطلع هننزل. اكمل لفوق على الاي بي سي. بس كده، احنا عايزين نطلع. هو انت هو اللي عنده دي في تي ده، طب كويس والله انت قلتي القصه دي، هو اللي عنده دي في تي ده انا خايف من ايه اصلا؟ الاكستنشن لفوق. طب انا بخاف من تحت ولا لا؟ هو انا يعني هخاف من اي حاجه تبعت لبالمونري امبوليزم، بخاف من بخاف من كده. اي حاجه والله، انا اصلا نازله خواف، انا اصلا عايز اقول لك ان انا شغلان الشغلانه دي كلها وانا خايف. طيب ماشي، بالظبط. انت دايما بتخاف من الابر من الايه، من الاكستنشن الكرينيال خلاص، لكن ده مش معناه ان انت ما بتعملش اكزامينشن لتحت، بس بما ان سعد قال العيان مش دافع فلوس دوبلر تحت، فانا مش هعمل دوبلر تحت خلاص، انا العيان ده هشوف الاخطر ليه، الاخطر ليه ان انا اشوف الاكستنشن بتاع الثرومبس دي، لا تكون ضربه مين. الانفيرير فينا كيفا. تعالوا بس شوف كل ده من الضمير، ده رايت كيدني، رايت وده فينا المفروض الفين مين هنا يكون موجود على طول وبينور ويبقى حلو، اللي هي الرينال الرينال فين، وعشان يصب في مين هنا؟ اي بي سي. الانفيريور فينا كيفا. ايه رايك في الرايت رينال فين؟ شايفه حلو ومنور وجميل؟ بس دي صعب احكم عليها، انا هقول ان انا مش مظبطه او كده، هجيب بقى الاي بي طيب سي على الناس اللي طول. شغاله رينال دوبلر كتير عارفه ان كابوسها في حياتها الرينال فين، ان هو دايما كل ما بيكون جايب الفين والاورتا والاي في سي عشان يجيب الرينال ارتري، كل ما يفتح على الارتري ما يطلعوش غير الفين، وكل ما يفتح كلر ما يطلعش غير الفين، افتكر دايما الفين دايما كبير ودايما فيه فلو،
ودايما هو اللي مبوظ عليك كل فحوصاتك. وانس لما تلاقي ان الفين الفلو فيه مش حلو رغم ان انت مقلل السكيل لسبعه ومعلي الجين لدرجه ان في نويز ومع ذلك الفين مش واخد حلو قوي، شك. ما تجيش تقول لنفسك ايه ده الفين مش باين حلو قوي والارتري باين حلو، وانت شغال بقى فحص رينا ارتري دوبلر، فجبت رينا الارتري فتقول يا الحمد لله والله كانت معايا ساعه سالكه، ده انا بس عشان صليت العصر النهارده حاضر فالحمد لله الارتري بان على طول. لا يا حبيب قلبي، الارتري لو بان لك على طول تاكد ان الفين مقفول وان العيان اصلا عنده رينا الفين ثرومبس. فالمهم العيان دوت في رينا الفين في 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 فين وفي فلو بس سلاجش يعني ضعيف، والاي بي سي مش دايليتد. الحته ديت لو انت شغال بي اس الناس بتبقى عارفه الرينا الفين بيبقى داخل بيبقى فيه كاليبر محترم قوي في الاي بي سي، فالعيان ده الاي بي سي هنا كونتراكتد، ولو تركزوا هتشوفوا فيه ليومينال ويبس بسيطه. فكون ان انا اقول لك الفين كونتراكتد اكيوت ولا كرونيك، هو اللي تحت بيجيب فلو هو ده الاي بي سي ده ده بصي ده اورطه ده اي بي سي ده صوره تي اس وده رينال فين. ايه رايك في الاي في سي هنا كاليومن؟ مش المفروض يبقى اكبر من الاورطه؟ مش احنا دايما متفقين ان الفين اكبر من الاورطه؟ لما تشوفه ان هو سيم سايز او كونتراكتد وجواه ويبس والفلو اللي فيه ضعيف كرونيك. تفكر في ايه؟ كرونيك في كرونيك بس اندر وينت ايه؟ ريكانلايزيشن. ما هو طالما هو في فلو برضه فالعيان دوت عنده كرونيك تحت، عنده كرونيك في الاي في سي وعنده اكيوت تحت، صح؟ ما هو طالما في ديستنشن للكومن والاكسترنال يبقى على طول في اكيوت. تمام. وسبحان الله العيان اتحول من 150 جنيه الى ان انت تكتب له في التقرير اللي عندك كان جاي ليه اصلا؟ اللي عندك كانت كل مشكلته كلها بين في الهايبوكوندريا فور جول بلاد ريزون. خلاص؟ اللي هي اصلا ما لهاش علاقه بحاجه. رحت طبعا طلبت له ايه؟ ما انا عملت له الدوبلر انا بايدي، لا ما انا ماشي وعملت له اللور ليمب على فكره بس يعني ها؟ ما هو ما حدش مصدقني، ما انت خلي بالك ان احنا يا جماعه سمعتنا وحشه، خلي بالك انت سمعتك وحشه. فالتقريب بيروح دكتور الطوارئ فبيلاقي ان حضرتك كاتب له اكيوت اكسترنال ايليك فينس ثرومبس، خلاص؟ فبالتالي بيضطر ينادي على مين ويصحيه من النوم؟ الفاسكولار. فينزل بيبص، طبعا هو عمال يشتمك وبيلعن اليوم اللي هو اشتغل فيه عشان انت كده صحيته من النوم، هينزل يبص على الحاله، فينزل يبص على الحاله هي اصلا حاله بطن وحوض، عايزيني في ايه؟ فيلاقي ان انت حضرتك كتبت له وتفحصت وتملحصت وكتبت له ان الثرومبس قافله اكيوت اكسترنال ايليك، فيروح يعمل ايه للعيان؟ هيطلب للعيان ان هو يعمل ايه؟ سي تي انجيو. ما انت قايل له ان الاي في سي كرونيك، ما انا قايل له بقى تقرير زي الزفت، انا قايل له كرونيك اي في سي واندر وينت بارشال ريكانلايزيشن وان الاكسترنال ايليك كله مضروب والكومن ايليك كله مضروب. فطبعا راح الباشا عمل احلى سي تي فينوجرافي، فطلع ايه بقى يا باشا؟ ايه رايك في الكومن ايليك والاكسترنال ايليك والكومن ايليك كلهم؟ ثرومبوز ثرومبوز وديستند. تيجي على مستوى الاي في سي في انتربشن ولا مفيش؟ في انتربشن عند الليفت رينال فين وعند الرايت رينال فين، وده اللي احنا بنقول عليه العيان ده عنده ايبيسودز كتير من الثرومبوزز لدرجه ان الاي في سي عنده كرونيك بس في حتت مفتوحه وحتت لا، واللي جد عليه دلوقتي توتال اوكلوجن للرايت. ولو تاخد بالك كمان ودي اللي احنا ما شفناهاش في الـ في الـ في البلفيك ناحيه ثانيه كمان. الحمد لله انقذنا العيان واتشفينا من دكتور الاوعيه، شكرا. حلو الكلام؟ حلو جدا. انت تقعد تفكر يا جماعه والله انت كلينيك، انت مش مصوراتي او انت مش اللي هو ايه يلا عندي 10 حالات النهارده عايزين نخلصهم. اتعامل مع الحاله كانك دكتور، مش كانك ما انت دكتور يا ابني، ما انت يعني اتعامل مع الحاله كانك عايز توصل لدايجنوز. العيان بيشتكي رجله ورمه وانت شايف بعينك رجل اكبر من رجل، هتفرق معاك في ايه في 5 ثواني تبص على الاكسترنال ايليا دي في لحظه بس هتنقذ حياه العيان. هو كده كده محدش هيديك فلوس زياده للاسف بس هتنقذ حياه العيان. ماشي ماشي، دي كانت حاله فنفنه، تعالوا نكمل بقى حالات بجد.